بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى الوصفه تحفه كتير، وندمت اللي ما عملتش الكفته دي من زمان. طريقه الكفته المسلوقه وهم، هتشوفي في نهايه الفيديو اللي هي عامله ازاي. حكايه هتنفعك في العزومات، في المناسبات، في الرحلات، في المصايف، عمليه وطعمها تحفه. بدأت بالمقطع ده عشان اوريكي ان ما تقلقيش منها، نتيجتها ان شاء الله مضمونة بأبسط واسهل مكونات ممكن تلاقيها. يلا بينا بقى على الطريقة والمقادير وقولك عملنا الكفتة دي ازاي. عندي هنا كوباية من اللحمة المفرومة، يعني 250 جرام، يعني ربع كيلو. وعندي هنا ربع كوباية من البرغل، انا نقيته وفرمته، خليته ناعم جدا في المفرمة، لازم تفرميه، انا عاوزاه يكون ناعم جدا. وعندي بصلاية وسط، وعندي معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر والقرفة، وعندي نص معلقة من البابريكا، ومعلقة ملح، ونص باكو من الماجي لو مش عاوزاه، بس بجد بيدي طعم حلو. دي البصلاية الوسط، عاوزة تحطي بالكتير قوي حطي واحدة كمان، ما تكتريش البصل، انا عاوزة يعني بصلاية كبيرة او اتنين وسط. طبعا بشرتها ناعم زي ما انت شايفة، وانا مش هصفي المية بتاعتها لاني محتاجة تكون فيها مية عشان اما انزل عليها بالبرغل يطرى معايا شوية والمية بتاعت البصل تتشرف فيه. نزلت بقى بالنص معلقة من الجنزبيل والقرفة، نص معلقة من الجنزبيل ونص معلقة من القرفة، ونص معلقة من بابريكا، ومعلقة ملح صغيرة. طبعا الملح هنا حسب رغبتك، ممكن تزودي او تحطي حسب الرغبة. ونص بس باكو من الماجي، بس بصدقيني بيدي طعم حلو. وحاول ادعك المكونات كويس جدا، انا عاوزة مية البصل تتشرب بالتوابل وتتشرب بالبرغر بتاعي، بيدي نتيجة حلوة. وطبعا لو انت عايزة تحطي فلفل اسمر حطي، بس انا هحط فلفل اسمر في الوصفة وهقولك هحط ازاي. لو انت عايزة حطي نص معلقة صغيرة. قلبت كل المكونات كويس جدا، شفتي بقى ان هي دبل معايا ازاي، وتحس ان انا لسه اظني فرماها في المفرمة. دي بقى ربع لحمة مفرومة، بس حاولي ما تكتريش فيها الدسم، يعني عاوزاها تكون لحمة عادية من عند الجزار. ربع كيلو زي ما انت شايفة الكمية دي، عملت لي حوالي 15 صباع. انت ممكن تعملي زيادة او تقللي حسب رغبتك، بس متهيألي انا عملت ربع كيلو. الناس اللي قلقانة من الطريقة دي تجرب في الربع كيلو. صراحة انا شفت الوصفة دي عجبتني كتير، وما جربتها لقيتها تحفة. جبت هنا بقى معلقة صغيرة من البقدونس، فربطها ناعم جدا، يعني بصي معلقة صغيرة يعني حبة قد كده، فرمتها ناعم جدا، بتدي ريحة وطعم حلو جدا للكفتة بتاعتي. قلبت كل المكونات كويس جدا. اهم حاجة بقى الخطوة دي، افضلي ادعكي فيها لغاية ما المسام بتاعتها تتغير. زي ما انت شايفة شكلها اتغير خالص، كل المسام بتاعتها اتفتحت والانسجة كلها فتحت. كل ما الانسجة بتفتح كل ما بتضمني ان الفوق كفتة بتاعتك ما بتفكش منك. مهمة جدا الخطوة دي يا جماعة، انا اكدت عليها، تفضلي تدعكي فيها كده لغاية ما المسام بتاعتها تتفتح خالص كده، شكلها تغير. وبص لونها بقى عامل ازاي، هتضمني ان عمرها ما هتفك معاكي. طبعا بقى هجيب هنا طبق وهجيب معلقه زيت، لو ايدي لزقت احتاج، لو ما لزقتش خلاص احاول بقى اعمل زي ما انت عاوزه. اعملها بقى كور، اعملها صوابع، اعملها اللي انت عاوزاه. انا طبعا عاملها صوابع عشان انا ما ارصها احطها على سفرتي او اعملها في الشندوتشات زي ما انت شايفه في الفيديو، او اخدها معايا راحه بيها رحله، مصيف، نادي، بتبقى عمليه وطعمها تحفه. طبعا بقى احاول اسوي كده. الكمية اللي انت شايفاها دي زي ما قلتلك ربع كيلو، عملت لي اكتر من 15 صباع. اتمنى منك بقى لو عجبتك الوصفة وعجبتك قناتي، اهم حاجة ما اعملوا لي لايك، اللايك مهم جدا عشان بيرفع الفيديو معي. اتمنى اللي يتفرج عليا يعمل لي لايك، انا مش عاوز اشتراك، بس عاوزاكي تعملي لايك وتعليق حلو. اتمنى منك بس تعملي لايك. شايفة بصي ايدي ما حصلهاش حاجة ولا لزقت ولا اي حاجة، لان انا ما شاء الله دعكت كويس جدا، فتحت الانسجة بتاعتي خالص، نعمتها بالطريقة دي، هضمن ان عمرها ما تفك معي. اخلص بقى الكمية على الحجم اللي انت شايفاه، انت ممكن تكبري تقصري الحجم هنا حسب ما انت عاوز. انا هعمل الصباع على قد نص شندوتش كده. عفوا. خلص بقى الكمية زي ما انت شايفة، بصي شكلها عامل ازاي تحفة، وبصي الكمية عملت لي قد ايه، عديتهم لقيتهم 15 صباع. هنروح بقى على البوتاجاز. مجهزة بقى حاجة بتغلي كده، لازم تحطيها اول ما المية تغلي. اول ما المية تغلي بتاعتي هحط نص معلقة صغيرة من الملح، انا عايزة برضو اقضيها طعم. هنزل بقى الكفتة بتاعتي زي ما انت شايفة كده،
ما حصلهاش اي حاجة، وهتشوفيها ولا فكت ولا شكلها اتغير، وطلعت زي ما هي ولا كشت ولا اي حاجة. دي بقى طريقة سهلة وجميلة، ولا بقى دخان ولا شوي ولا برطمانات ولا اي حاجة. طريقة لو جربتيها هتعجبك جدا، هتعملي اي كمية انت عاوزاها، مش هتقعد اكتر من 5 دقايق. هتشوفي اول ما تغلي غلوة كده هتحسي ان الكفتة بدأت ترفع لفوق كده، يعني هنا بدأت تستوي معاكي. لو قلقانة منها هي هتقعد حوالي 5 دقايق بس على النار، ما تزوديش. هتلاقي اول ما تستوي كده هتلاقي شكلها بترفع كده وبدأت تعلق، يبقى كده استوت مظبوط. انا سايبالك الكاميرا ايضا عشان اوريكي اثناء التسويه اللي بيحصل لها بالظبط. بتغلي غلوه بس كده، اول ما بتبدا تغلي شايفه شكلها عامل ازاي، بدات تطفى لفوق كده، معناه ان هي كده خلاص خفت واستوت. هصفيها بحاجه كويس جدا من الميه زي ما انت شايفه، وعلى فكره هي ما شربتش ميه كتير ولا حاجه، شكلها هي جميله متماسكه، ولا شكلها اتغير ولا حصل لها اي حاجه. هاجي بقى عشان هعمل الغلاف بتاعها عشان اديها طعم حلو جدا. طبعا الكمية اللي قدامي دي خدت بيضاية وتلات معالق كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من الزبادي، يعني حجم الزبادي ده الحجم الصغير الموجود في السوق. يعني البيضة احط عليها نص معلقة صغيرة من الملح، وخلي بالك عشان احنا كل حاجة بطعمينها، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر. انا كده دخلت الفلفل الاسمر، هقلبهم كويس جدا في البيضة بتاعتي عشان الزفارة، وهنزل بمعلقتين كبار من الزبادي. طبعا الكمية اللي قدامي دي زي ما قلتلك خدت بيضاية، معلقتين كبار من الزبادي، وتلات معالق كبار من الدقيق. شوفي بقى انت عاوزة تضعفي، بضعفي كل المكونات. ده مقدار لربع كيلو بالظبط من الكفتة. انا حطيت كده المعلقتين، هم معلقتين كبار، قلبتهم كويس جدا. عاوزاها تبقى كريمي كده خالص زي ما انت شايفه. طبعا انا ما حطيتش اللبن عشان خايفه اللبن بيبقى فيه سوائل اكتر من الزبادي، الزبادي كده بيعمل سمك حلو وبيضمن ان الغلاف ما يقعش من على الكفته بتاعتي. حطيت هنا معلقتين الاول وجربتهم. انزل بقى هنا بتدريجيا، انا عاوزه القوام بتاعها زي القوام الكيكه كده، ما يكونش خفيف ولا تقيل قوي، يعني يكون متماسك شويه عشان يقدر يتماسك على الكفته بتاعتي. انا حطيت معلقتين الاول وقلبتهم كويس جدا، هحط المعلقه الثالثه عشان عاوزه زي ما قلت لحضرتك السمك بتاعي يكون متماسك شويه. كده حطيت المعلقه الثالثه، يعني المقدار اللي عندي ده البضايه خدت معلقتين كبار من الزبادي وثلاث معالق كبار من الدقيق، قلبتهم كويس جدا. شايفه السمك عامل ازاي؟ زي سمك الكيكه بالظبط. هبدا بقى، خلصت كده المقدار بتاعي، احط بقى نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. مهم جدا انت تحطي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان الغلاف بتاعك يطلع كده منفوش وطعمه حلو. هروح على النار بتاعتي بقى واحضر الزيت بتاعي. حاولي الزيت يكون غزير معاكي عشان يديكي تسويه حلوه جدا. طبعا انا حبيت بقى عشان احطها في حاجه واسعه عشان تشوفي شكلها ولا بيحصل لها حاجه. حاولت اجيب لك الكد ده عشان تشوف انا بعمل ايه. باخد الصباع الكفته بحطه في الغلاف اللي انا عملته كده، وابدا اخليه يتشرب كله، وبشوكتين كده بحاول اصفي على قد ما اقدر من الغلاف بتاعي، وانزله في الزيت بتاعي. الزيت تكون حرارته يا جماعه متوسطه، خليه دايما حرارته متوسطه عشان يطلع معاكي مظبوط ويستوي حلو جدا. انا مش عاوزاه عالي عشان ما يتحرقش ويحمرها لك بسرعه، انا عاوزه اسوي الغلاف بس، لكن الكفته بتاعتي مستويه جدا. شايفه شكلها عامل ازاي؟ ما تلاقيش ده الغلاف بيفرش ولا بيحصل له اي حاجه، بس حاولي تصفي كده على شوكتين عشان اول ما ينزل الغلاف منك ما يفرش ولا اي حاجه. ما شاء الله شكلها تحفه، بصي بجد طعمها حكايه بجد. الطريقه دي انا لما جربتها عجبتني جدا، وتغيير بقى يا جماعه. احنا طول عمرنا بنعمل الكفته لا مشويه لا ليها وصفات كتير قوي، لا الطريقه دي حلوه جدا وطعمها تحفه. والا بقى ما تعمليها في الشندوتشات او تحطيها في طبق كده مع شويه سلطه وخضره وتاكليها مع شويه رز، طعمها تحفه بجد. شايفه زي ما انت شايفه كده، باخد واحده واحاول اقلبها كويس جدا في الغلاف بتاعي، واحاول اصفيها على
الشوكة بتاعتي والم كده لو في حاجة وقعت ولا حاجة. بس زي ما انت شايفة ما شاء الله، لا الفرش لا الغلاف بيفك ولا اي حاجة، والزيت زي ما هو ولا حصل له اي حاجة. طريقة البيكنج باودر دي حلوة جدا، بتخلي الغلاف بتاعك او تخليش الكفتة بتاعتك تفك، وغير كده ان كمان ما بيفرش معاك ولا بيشرب زيت. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها على الطريقة دي. شايفة الشكل يا جماعة عامل ازاي؟ شكلها تحفة وطعمها حكاية. هفتح لك واحدة وريكي قلبها عامل ازاي. بصي يا جماعة الشكل والله تحفة، جربي بس الطريقة دي وهتعجبك جدا. طبعا هعملها بقى في شندوتشات واحط شوية كاتشب كده، كلي بقى وتحفة بقى، ما تغمسيها بالكاتشب كده او مايونيز او اي حاجة عندك، طعمها رهيب بجد يا جماعة. عملية جدا ما شاء الله، ربع كيلو لحمة مفرومة. عملوا لي الكمية الحلوة اللي انت شايفاها دي، شايفة المنظر عامل ازاي، شايفة شكل الكفتة تحفة عاملة ازاي، متماسكة ولا حصل لها حاجة ولا فكت. وزي ما انت شايفة حطيت شوية كاتشب كده، وهجيب الفينو بتاعي واحط فيه صباعين، تحفة بجد وعملية وطعمها رائع. اتمنى منك بقى لو عجبتك الوصفة بتاعت النهاردة لايك بقى وشير وتعليق، واهم حاجة زي ما قلت لحضرتك اللايك يا جماعة عشان بيرفع الفيديو، وتكتبي لي رأيك في الوصفة دي بس بعد ما تجربيها، تحفة بجد. السلام عليكم بقى ورحمة الله وبركاته في قناتي بسيطة وسهلة، واتمنى زي ما قلت لحضرتك لايك وتعليق وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.